السلام عليكم، صباح الخير عندنا، مساء الخير عندكم. فأي شخص عنده سؤال يسحب الشاشة لفوق ويسأل، لا يسألني في السناب شات هنا، لا اسحب الشاشة يفتح لك موقع اسألني هناك، مش هنا بليز، لا تسألني هنا. هذا أول حاجة. ثاني حاجة، لا تسألني عن مؤتمر أبل القادم، راح أتكلم عنه بعد شوي، فما يحتاج تسألني، راح أجاوب عن كل شيء عن مؤتمر أبل للآيباد. متى راح ينزل الآيباد؟ السؤال هذا متى راح ينزل الآيباد برو؟ راح أسأل، راح اجاوب عن، والمتى راح ينزل الايباد ميني؟ ما في اي معلومات عن، يعني تسالني ما راح اقول لك ما في اي معلومات. تسريبات، يمكن ينزل السنه هذه، ممكن السنه القادمه، يمكن ابل تكنسله. تخيل ابل تنزل لك الايفون فولد مثلا اللي ينصفه وينفتح مثلا، وتخلي خلاص هذا الفولد اللي فتحته راح يكون حجم الايباد ميني مثلا، وتكنسل الايباد ميني. ممكن تخلي الايباد ميني حق الاطفال، حق الايباد ميني يتم بسعر ال 400 500، لكن لو بتخلي الايباد ميني طيب الايباد 8 سعره 300 ارخص من الايباد ميني، فما حد يدري المعلومات كلها. لكن طلعت تسريبات حق الايباد ميني، هل ابل راح تخليه؟ ما ندري. هل ابل التسريب والشكل هذا اللي مسويته هذا بس الشكل، اذا الايفون فتح راح يكون هذا الشكل؟ ما حد يعرف كل الاخبار دي. مؤتمر ابل القادم كتسريبات اللي موجود قلنا لكم في ابريل، لكن متى ابل تعلن عن هذا الشيء اللي ما حد راح يعرفه. تسريبات في ابريل، نص ابريل، الاسبوع القادم، يمكن الاسبوع القادم، الاثنين الثلاثاء القادم ابل تعلن عن المؤتمر حق الاسبوع اللي بعده، فما حد يعرف. ففيديو اليوم راح ينزل بعد ساعتين تقريبا عن الاي او اس 14.5 البيتا السادس، تكلمت اكثر في نهايه الفيديو عن توقعاتنا للمؤتمر متى راح يكون. سؤالك لحق الباتري كيس، اذا نزلت ابل طبعا او بتنزل الباك باتري، تكلمت عنها في نهايه تقريبا فيبيوري، تقريبا الشهر اللي راح، نهايه الشهر دخلتوا شهر 4، احنا اوريدي شهر 3، لا دخلنا شهر 4 صح، اليوم 1. المهم في فيديو من الفيديوهات تكلمت عنها، وفي النسخه التجريبيه لاي او اس 14.5 ابل برضو جاب الطريق في نفس النسخة في الأكواد. فهل راح تنزل مع الاي او اس 14.5؟ هل في مؤتمر أبل الغادر تتكلم عن هبل؟ ممكن، لكن في نفس الوقت برضو طلعت تسريبات ثانية وأخبار ثانية تقول إنك إن أبل متوهقة برضو بالحرارة فيها. فنشوف هل راح تنزل ولا لا في نفس المؤتمر القادم. هذا الوقت الوحيد اللي توقع أبل بتنزلها، يعني كقطعة أو بتنزلها كذا فجأة، يمكن ما في أي حل، ما في وقت معين يعني. الايفون اس اي يعني جديد السنه هذه ما اتوقع، ممكن السنه القادمه، ممكن ينزلون وقتها، بس ما في اخبار عن ابد، طافي الاخبار، ما في اي شيء احد يجيب طاري كلش. اتوقع ان السنه القادمه نقدر تنزله بشكل الايفون 10R، الايفون 11 نفس الشكل يكون، اذا غيرت ابل شكل الايفون. صح، الايفون 10R، الايفون 11 الشكل مش نفس الشكل الجديد في الجوانب الحوار الحاد يعني حق الايفون 12 يعني. ويكون هو شاشة ال LCD. ما في الحين الشاشات حق أول أجهزة آيفون جديدة بال LCD، فأتوقع هو لازم يرجع الآيفون SE بال LCD. وآسف على الصوت في الباص يعني. فيديو لا عادي، ما راح اجاوب على شيء، بس لحق بنتي، لان بنتي تموت في الباص، اتصور راح هذا راح تشوف احد معاهم، ما في احد. دخلت المبنى بدل ما افسخ النظارة فسخت الماسك. المهم سؤالك حل، سؤالك في جوابي كداية كسوفت وير كامل تسوي بدون اخطاء بدون اي شيء. في صارت الاي او اس 12 هذا وقفت قبل من زمان، ولو في اخطاء قبل لازم تحذر، لان في اجهزه الى الان تستخدمه، الايفون 5 اس، الايفون 6، واللي قبل الايبادات برضو الى الان يستخدمونه. وقفتها من زمان، من سنتين يعني، الاي او اس 12 انتقلت الاي او اس 13 وخلصت، راحت الاي او اس 14 وخلصت، 14 خلصت، لا 14 الان وبتخلص على 6 شهور القادمه. النظام ما في شيء، ما في عيوب، ففي اجهزه تستخدمها، لكن بما ان النظام استخدام بشري او صناعه بشريه، ما في شيء كامل، ما في نظام في العالم كامل
لكن في ذيك الفترة ما في أي شيء للنظام. ولازم نعرف الجهة الثانية برضو إن في ناس يدورون ثغرات، ما في نظام ما في ثغرات. فإذا الجهاز أنت ما عندك مشاكل، لكن في هاكرز بأشياء يحاولون يخترقون النظام. أخذت لهم سنة أو سنتين، اخترقوا الـ iOS 12. أبل نزلت نسخة ثانية الأسبوع اللي راح وسويت لها فيديو في القناة. فلا تتوقع في نظام في العالم موجود ما في ما في ثغرات. النظام مصنوع من بشر، في بشر ثانيين أفضل من البشر هذه تخترقه. في الجهة المقابلة في نظام، أو في نظام من شركة بصرت نزل التحديث اللي هي أبل، اختراق أنزل تحديث سكر، ما في شيء أنزل تحديث ثاني. شو إحنا أندرويد شهريا في سيكوريتي أبديت، وأبل شوف شلون جالس على التحديثات، كل شيء تنزل تحديث عشان الهكر ما يمدي، جالس فاتح نظام قاعد يدور الثغرات اللي فيه اللي نزل نظام ثاني سكره، يبدأ النظام الثاني يفكر يدور كذا. هذا الدنيا تمشي. فنظام يكون كامل تشوفه ما في ما عندك مشاكل، يمكن برضو قيرك هذا نوع ثاني برضو من الأشياء الجواب لحق سؤالك، قيرك عنده مشاكل أنت ما عندك مشاكل هذا الشيء، وبرضو لو صار ما في كلهم مشاكل يمكن في ثغرات، ومية في المية يعني مش يمكن في ثغرات، لا على حسب قوتك تقدر تطلع ثغرة بالنظام، قوتك كام هاكرز والأشياء هذه حق النظام. مية سكند، مية سكند متفاهم بعدين يعني عطى شهر حلو. ان شاء الله بداية الاسبوع القادم ان شاء الله، يعني الويكند هذا راح اسوي الفيديو، الاسبوع القادم ان شاء الله ينزل الفيديو. جواب، شوفوا الفيديوهات اللي اسويها في القناة، ان ما جاي لي هنا تبيني اقول لك شو التوقعات والتسريبات للايفون 12 او الايفون 12 اس او 13، وانا اوريدي سويت فيديو. تجلس هنا بس تبي تشوف سنابات هنا وانا سويت الفيديو، اذا ما سويت فيديو راح اقول لك. لكن اذا سويت فيديو ليش اقول لك يعني ليش ارجع عيد الشيء وانا اوريدي مسوي فيديو؟ عادي يعني اسف اني بتعبك، بخليك تطلع تسوي سلايد وتروح تفتح اليوتيوب تفتح القناه وتشوف هناك البلاي ليست تسريبات وتشوف الفيديو من هناك. اسف. هذا الموضوع برضو تكلمت عنه السنه اللي راحت قبل ما تنزل الامن، قبل ما تنزل الفيديوهات تكلمت حطيت النوعين، إن هل تنزل القيمة ولا ما تنزل القيمة. في خيار إن تقدر أبل تنزل القيمة صح، لأن الأم 1 يعني معالجات أبل ما راح تكلف أبل $30 $20 أو أقل بكثير، برضو معالجات إنتل تنباع 200-300 لحق العملاء العاديين نفسنا إحنا، تنباع لحق أبل أرخص برضو، لكن ستيل معالجات أبل أرخص بكثير من معالجات إنتل. لكن الجهة الثانية تقدر أبل تنزل القيمة وتخلي نفس اللابتوب، وهذا الشيء حلو العميل، لكن مش حلو برضو العميل من جهة ثانية، انه لو أبل تبي تحط اشياء غالية في الجهاز ليش تنزل قيمة الجهاز الان وبعدين ترجع ترفع قيمته، او تنزل قيمته وتخلي نفس المواد التصنيع من نفس الاشياء الموجود فيه. عندها الخيار الثاني وهذا اللي اتوقع ان أبل راح تسويه، انه يكون مثلا نفس السعر ونرفع اشياء جديدة في الجهاز، الكاميرا الشاشة الجديدة اللي تكلمنا عنها، الميني ليد راح يحطون فيها مثلا، يحطون فيها الفيس اي دي، يحطون فيها اشياء جديدة تخلي عندهم البادجت. يعني تخيل انت عندك جهاز وقدرت تسوي كشركه قدرت تقلل قيمتها، هل راح تقلل قيمتها وعندك من جهه ثانيه تقول اوكي انا قدرت اقلل قيمتها كجهاز فعلي الان، لكن عندي ميزات ابي احطهم فيه والميزات هذه تكلف فلوس، فليش اغلل قيمتها الان والسنه الجايه بحط الميزات وبرجع ارفع قيمتها؟ خلي القيمه نفسها وحط الميزات الجديده. هذا شيء حلو انه في الجهه الثانيه نقول لك اوه الجهاز صارت فيه ميزات جديده ونفس السعر، تقدر تغلل أبل 100-200 دولار أوكي شيء طبيعي وتحط ميزات جديدة، لكن ما في الهبوط القوي يكون عشان ما تتعلق بعدين ما تقدر تحط ميزات، أو تقدر تسوي لك نسخ ثانية ما راح تسويها، لكن يعني مثلا ماك بوك برو 16 انش مني ما راح تجي، لكن في فئات ثانية مثلا SE مثلا
كذا تكون بسعر أرخص. يعني تخيل الماك بوك برو 16 إنش الآن هذا الجهاز نفسه بمعالج الأمون بالميزات اللي موجودة فيه 100% راح يكون سعر رخيص. لكن الأبل لو تنخل لو ترخص 16 إنش يعني بدل ما أنه يبدأ بألفين ولا بألف وشوي مثلا ما أدري بألفين تقريبا ترخصة كم تخليه يبدأ 1500. طيب الآيفون الماك بوك برو 13 إنش بيصير لازم ترخصه برضو مستحيل يكون نفس الجهازين. يعني هذا أرخص هذا أبطأ أو هذا أقل قوة وهذا أقوى في نفس السعر لازم تنزل الثاني. طيب بتنزل حق الماك بوك إير وانت ودي تنزلها ما في يعني مشكلة إذا نزلت شيء لازم تنزل الأسطول كامل حقها. المشكلة إنه ما في تسريبات حق الماك الآي أو إس 15 كلها توقعات مثل ما كتبت. وبرضه سويت فيديو في القناة قبل ما أدري كم شهر سويت فيديو بالقناة حق التوقعات شهر خمسة بعد يعني أوكي شهر خمسة راح يكون نصه نهاية رمضان بعد رمضان خلي على بعد رمضان هذه الأوقات اللي أحيانا تتسرب شيء أحيانا يتسرب شيء من الآي أو إس نفسه. لكن توقعات ناس يقولون لك always on ناس يقولون لك أشياء عادية دي بس إنه في بعض الأشخاص يقولون لك نتوقعها إن شاء الله تكون إن تقدر تشارك الشاشة حقتك في وقت ال فيس تايم يعني تكلم شخص فيس تايم تقدر تشارك الشاشة يشوف الشاشة حقتك تطلع تروح تفتح برنامج تشوفه. فأتمنى أبر تحط هذه الحركة هذا الشيء الوحيد اللي الآن. أما شيء ثاني أوردي سويت فيديو يعني تقدر تشوفه في القناة. تبني منتبه لشيء ما أدري ليش فكرت فيه هذه كلهم مكاتب اللي هنا برضه ذي المكاتب لكن هنا كرمكم الله ما في ولا زبالة موجودة في ذي الجهة. ذي الجهة كل مكتب فيه شوفوا كيف ليش مسوين ذي الحركة ما أدري وليش أنا قاعد أفكر فيها برضو ما أدري. لا أتوقع لأني ما أخذ بريك فأبي أضيع التفكير حقي بشيء ثاني. سؤالك حلو كبداية ليش الشركات ما تقدر تنافس بالسوفت وير أو الشركات. أول حاجة الوقت تأخر الوقت مرة تأخر أنك تطلع نظام جديد حق الجوالات لأن أنت كيف تفوز بال كالأقرال تبيت أنت كيف أو رسالة أنت كيف تفوز بالنظام حقك. اي شركه تقدر تسوي لك نظام تبي نظام يصير فيه كاميرا تفتحها البوم صور في متصفح في شنو الاشياء الثانيه كنظام عادي يعني في كالكوليتر حاسبه في برنامج الطقس والاشياء دي عادي تسوي لك الشركه. لكن الشركه كيف تجيب المطورين هذه المشكله هنا. يعني انت كمطور الان اول ما راح تطور برنامج اكثر المطورين معروفين دي ده شيء طبيعي ان المطور اذا كان يبي برنامج بفلوس برنامج يبي يجيب منه فلوس يعني وبيحط بفلوس اكثر شيء الاي او اس بعدين يروح حق الاندرويد اكثر وقت المطور هناك يحطونه مجانا اصلا يقدرون ياخذون من الاعلانات وغيره لانه معروف عالميا القوه الشرائيه في الاي او اس اكثر فيخلي المطور هنا يروح يبرمج حق الاي او اس ويهتم هناك لانه لجيت تطور حق الاي او اس عندك طريق واحد انك تطور فيه ما تقدر تسوي ذي الشيء او ودي اسوي لا تقول لك ابل الجوده هنا بس ما تقدر تسوي الجوده الثانيه ضعيفه لا عندنا خطه خلصت الطريق
ووصلت الطريق الثاني هناك أن بينزل البرنامج حقك في الآيفون هناك أبل واقفة تدقق على البرنامج حقه قبل ما تنزل أبل، تفتح الملفات حقة البرنامج كامل وتشوف الكواليتي حقه أو كيف الصناعة حق البرنامج، والبرنامج ما فيه أي شيء خصوصية المستخدم وكل شيء، بعدين تقول لك أبل يلا نزل البرنامج. إذا لا البرنامج حقك سويته مثلا قبل 4 سنوات سويت البرنامج حقك وما دعمت شيء معين حق قبل، ما دعمت مثلا البصمة أو الزر الخارجي مثلا، أو لا مش الزر الخارجي، قبل سنة ما دعمت النوتش مثلا، أبل تقول لك لا ما البرنامج حقك ما ينزل. تقول لها ليش يعني تو عادي يعني؟ لا تقول لك أبل لا لازم تسوي برنامج حقنا، خلاص خلص الليمت المعين انك الان لازم تسوي برنامج يدعم النوتش علشان يكون البرنامج كواليتي حقه ممتاز كذا، يعني خلاص البرنامج فيه دعم ما يكون فيه ارقام ولا شيء داخل تحت النوتش وما في تعليق ولا شيء بسبب كيف صناعة البرنامج نفسه. فهذه شيء من الاشياء في الاندرويد ما في ذي شيء، هناك مفتوح. هناك في برامج لو تفتح حتى البرامج العربية والاشياء دي كثيرة مرة سيئة جدا، البرنامج يحط لك أصلاً مش برنامج. يعني مثلاً أذكر هنا عندنا في 2014 و2015 كان أتوقع اللي جاوا هنا في أمريكا والبتاعته يعرفون بنك يو اس بنك. يو اس بنك موجود في الآيفون، البصمة والبرنامج وكل شيء. في الأندرويد برنامج نفسه تفتح البرنامج، كان ديك الفترة ما يدعم بصمة، تفتح البرنامج مش برنامج، تفتح البرنامج يفتح لك موقع الشركة يو اس بنك. يعني البرنامج نفسه مش مصنوع كبرنامج، يعني ما في فرق بين البرنامج اللي انت منزله من الجوجل اندرويد او جوجل اندرويد السوق جوجل متجر جوجل بلاي، او انه تفتحه من المتصفح. توهم ممكن ما اخذ 3 سنوات او اقل من 3 سنوات توهم مسوين البرنامج حق الاندرويد برنامج حقيقي، يعني مش تفتحه مستعرض لحق متصفح. هذا شيء من الاشياء من ضعف القوة في نظام الأندرويد أو نظام الشركات الثانية. فأنت إذا كنت بتسوي برنامج الأهم أنك تشوف وين النظام اللي راح يعيشك، وين النظام اللي تحس أنك تقدر تسوي قدرة حقة النظام كويسة. يعني ما تروح حق الأندرويد تقول أنا بسوي البرنامج حقي بقوة جوال سامسونج جالكسي اس مثلا 10، هذا الميجا بكسل كذا والبرنامج كذا والجهاز كذا والكاميرا الاماميه مثلا فيها ثقب وفيها مثلا فيس اي دي. كنسلت في السنه اللي بعدها كنسلتها سامسونج، يعني كان اللي قدام فيه قراءه الوجه ما ادري شنو اللي حطت الايروس لاين برضه، المهم انه حطت زي النوتش وغيره. هواوي برضه سوت الحركه ذي. فهناك سامسونج تصنع هاردوير، ابي هاردوير السنه هذه حط الميزه، السنه القادمه شيل الميزه. جوجل اللي هي جوجل تصنع سوفت وير، وهي القوية في السوفت وير جوجل، هي عندها الأندرويد نفسه، أجهزتها مش مدقق على شيء واحد. يعني قبل سنتين صار لك جوال فيه اللايدار قدام وفيه الأشياء كلها القراءة والأشياء دي، وتبي تدعم برامج يدعمون ذا الشيء، السنة اللي بعدها كنسلتها. خوف أنا ليش كمبرمج أتعب نفسي أسوي البرنامج لحق جهاز السنة اللي راحت والسنة اللي بعدها كنسلتين أنت؟ أنا خسرت فلوس وخسرت دنيا حق ميزة كانت موجودة وكنسلتيها. الثقة، إذا مش موجودة الثقة كمبرمج ما راح تقدر. يعني جوجل ما طلع الأندرويد من جوجل، يعني حاد جوجل ذيك الفترة عشان إلا بسبب الشركات الاتصالات. هنا يعني شركات الاتصالات في أمريكا هي الشركة محتكرة الجوال بقوة، يعني درجة إنه فك الحكر كذا الآيفون يوم نزل مع أي تي إن تي، وكان عقد مع أي تي إن تي بس، والعملاء موجودين في أمريكا قاموا يحولون الى اي تي ان تي. طبعا في الفتره ما كان اسمها برضو اي تي ان تي بس تغير اسمها بعدين، وقامت ارباحها وهي كانت اصلا بتفلس، والشركات قاموا يخسرون عملاء لان العميل يقول لك ابي ايفون ما في الا في امريكا كلها شركه اتصالات واحده لازم احول لها ولا ما راح اجلس. يعني ما يعني ذيك الفتره يقول لك بلاك بيري، لا ما ابي بلاك بيري انا بروح حق الايفون. طيب الشركات فكرت قالت شوف حل، لازم نطلع نظام ثاني، ما نقدر ناخذ الايفون، ما نقدر نبيع الايفون احنا، فلازم نشوف حل. طلع الاندرويد وشغلك وقصه طويله نتكلم فيها مرتين ما اقدر اقولها الحين، كلمت تقريبا حتى في الانترنت. المهم في شخص اندروب كان يشتغل مع ابل مع موظفين وستيف جوبز كشفوهم انهم يشتغلون مع جوجل وقاعدين يسوون نظام ثاني. الاندرويد كان مبني من زمان انه كان بادئ انه
بيبدا يحارب البلاك بيري ريم شركه ريم شو ولا بدا يتغير النظام قام يحارب الايفون وستيف جوبز طرد الشخصيه اللي يشتغلون هنا هم مؤسسين الاندرويد وراحوا عند ابل وراحوا عند جوجل واشتغلوا فهذه كلها الاشياء قصه علشان تطلع نظام الاندرويد الان صار في نظامين كمطور تتعب نفسك تنزل في الايوس وفي برضو برامج ثانيه تقدر تلعب فيها مثل سويت برنامج خلصته في الايوس تقدر تدخله في برنامج ثاني يعدل بعض من الاكواد وينزل عندك الاندرويد على طول بس العكس ما في مش العكس صحيح ما تقدر يعني تسوي برنامج في الاندرويد ما تقدر تنزله في الايوس لازم تبني من الصفر عند الايوس هذا الشيء الان قوه البرنامج اختصار حق الاشياء اللي قلتها قبل شوي قوه النظام كبرامج انت كيف تجيب شركه تصنع يعني انت كشركه كيف تجيب اشخاص يصنعون نظام او يصنعون برنامج قصدي ويثقون فيك ما في للاسف اللي هي الاندرويد نفسها ما عندها ثقه نفسها يعني الحين الاندرويد يقول لك انا اهم شيء البرنامج عندي يشتغل في نظام الاندرويد بس ما في كواليتي ما في شيء هذا اللي سبب اصلا شركه جوجل نفسها لو تنزل نظام ثاني مثل فوشي اللي سويته فوشي ما شو اسمه ما راح ينجح لدرجه ان أبل يوم سوت الآيوس نزل في الآيفون ونجح جوجل سوت الأندرويد ومشى هناك أو بدأت في الأندرويد ومشى هناك بسبب أن الآيوس أصلا نشيل هناك ونحط هناك تشيل من هنا شوي برمج سويت هنا يلا شو انسخ ونزل عندنا هناك أبل نزلت الآيباد جوجل نزلت الأندرويد التابلت ما في برامج الأندرويد تابلت هناك جوجل ما قدرت على المطورين ما تقدر تحكر المطورين تنزلهم هناك خلاص انت برنامج جو انت برنامج منزل في الجوال خلاص هو راح يشتغل في الاندرويد التابلت بعض الاشخاص يسمونه ايباد الاندرويد الجالكسي ايباد بعضهم يسمونه هو البرنامج نفسه هناك هنا بشاشه اكبر لا ابل لدرجه ان عندها قوه وعندها سلطه على المبرمج وعندها او المبرمج يدري انه راح يستفيد من ابل فيقول لك لا اصنع لك برنامج من الصفر أكثر الشركات يعني 90% أو أكثر من 90% برامج اللي موجود في الآيباد مصنوعة من الصفر حق الآيباد يعني مستقل حجم الشاشة مش بس ستريتش كذا يعني برنامج نفسه في الآيفون ممغوط وصاير الشاشة كاملة علشان بس يشتغل على الآيباد في الأندرويد ما قدرت جوجل ما قدرت إلى الآن ف أوفر أو يعني كنهاية الشركة نفسها لازم يكون عندها قدرة أن تجيب المبرمجين اللي موجودين يبرمجون عندها والقدرة هذه راح تكون موجودة إذا كان في ثقة بين المبرمج وبين الشركة أن المبرمج راح يستفيد من هذه الشركة مش مبرمج واحد المبرمجين اللي موجودين في السوق يعني ما راح أنتقل حق جهاز نظام جديد وفي برنامج واحد لا حتى في المستقبل يعني فقوة براند كلمة أبل في السوق وثقة المبرمجين هذا اللي مخلي الأندرويد أقل والآي أو أس أعلى في الاستخدام بس يعني أبلان بالنسبة لي لو بتسوي نظام جديد وأتوقع أن السنوات القادمة راح يطلع أشياء جديدة يعني أتوقع أن الآي أو أس والآيباد أو أس هم صح نفس النظام لكن في اختلاف في البرنامج نفسه كيف الثيم وكيف الاستخدام بعض البرامج تفتحهم وتشوف تستغرب أنت من كيف موجود في الآيفون كيف موجود في الآيباد كمواصفات موجودة في نفس البرنامج ففي اختلافات كثيرة هذا ثلج في المطرح هذا الفرق كشركة ما راح تقدرين يعني تخيل ان هواوي تسوي نظام هذا كلام النظام مسوينه تبي تنزل في السوق متى راح يجي لك هواوي متى راح يبرمج عندك هو مش برمجة بس تروحين حق ثلاث شركات اربع شركات تعطين هذا مليار هذا مليار هذا مليونين ثلاث مليون راح يبرمجون عندك اوكي في المستقبل كيف راح يثقون فيك عشان التحديثات مش البرنامج عندك لا زين السنة القادمة كيف أنا أعرف أن المبرمج هذا راح يكمل معك هنا المشكلة هذا الشيء وهذا الشيء اللي يخلي لازم يكون لو في يعني ما راح أقول لك صعب ما يطلع نظام ثالث مايكروسوفت حاولت لكن صعب أن هو مش الصعب أن ما يطلع برنامج نظام ثالث لا الصعب أن المبرمجين كيف يثقون بشركة ثالثة أو شركة ثانية الأندرويد ترى هو في ثقة أن النظام موجود بس ثقة أن النظام موجود وأنزل البرنامج الأشخاص راح يستخدمونه بس هناك لكن ككواليتي وكل شيء لا إذا كنت تبي برنامج الأشخاص يستخدمونه عندك الأندرويد صح لكن إذا كنت تبي تفرد عضلاتك كمبرمج في
النظام ما عندك الا اي او اس، تفرض عضلاتك حق الكواليتي حق الاشياء اللي موجوده في الجهاز، انك تعرف لو فتحت البرنامج حق الاكس كود او البرنامج البرمجه تعرف الاشياء اللي محطوطه عندك والاشياء اللي تبرمج عليها والجايد حق البرمجه نفسها. وتكفي ان شركه ابل برضو في شهر 6 كل سنه تدلع المطورين، تجيبهم في المؤتمر خاص لهم وكيف البرمجه وكيف الحين وصلنا للشيء الجديد وهذا فتحنا لك ميزات جديده ويلا هذه الميزه كيف تستخدمونها وهذه القوه اللي نبي نوصل لها الكواليتي حقها. تكلم المبرمجين نفسهم بعض الشركات الكبيره تكلمهم يعني من 6 شهور بدايه الحين، في بعض المبرمجين كانت في ذيك الفتره ولازم صار في قوه تسوي ابل ان تعطي المبرمجين تعطيهم اشياء خاصه فيهم تقول لهم يلا انتم، بعضهم تجيبهم على المنصه برضو في المؤتمر تقول لهم انتم يلا عند النظام هذا بيجي بينزل بعد 6 شهور، هذه القوه وهذه الانجن ولا الاشياء دي اللي راح تكون، ابدعوا لنا الان راح نحطكم في المؤتمر. يجي في المؤتمر تشوف الابداع على حق الشيء التقنيات اللي وصلوا لها ابل، ليش المبرمج نفسه فرحان انه شوف كيف وصلنا والقوه اللي نقدر نوصل لها هنا كذا، تحس يعني حنا انا وانت وكل شيء نستانس انه الايفون نستانس اذا ابل نزلت ميزه، هذه الميزه او حلوه. وبعض الاشخاص بيستنسون المؤتمر حق الماك، بعض الاشخاص بيستنسون حق مؤتمر الايباد والاشياء الثانيه. المطورين يستنسون على مؤتمر ابل WWDC كل سنه في شهر 6، هذا الدلع عندهم هناك، هذا سوقهم، هذه الاشياء اللي هم يشوفون ابل معطتهم وجه وفرحانه فيه. يعني ابل دف لهم فلوس تعطيهم ميزات وكل شيء، هذا كيف تجي بالبرمجة، هذا كيف النظام موجود وهو اللي يعني هدف المبرمجين لحق ربح ربح فلوس. والدليل مثل ما قلت لك الاندرويد في الجوال والاندرويد في التابلت ما قدروا ينتقلون فيه زي كذا، والجهة الثانية الاي او اس والايباد او اس، هذا اشياء صحيح من زمان وما قدروا يوصلون لها في الاندرويد، وفي اشياء قادمة لك الحين السنوات القادمة دي لازم تفكر فيها. الماك على معالجات انتل اللي هو معالجات العادية اللي موجودة حتى في الويندوز موجودة معالجات انتل والاي ام دي نفس المعالجات هذه، والماك الان اللي راح ينزل مع معالجات ارم مع المنظومة الجديدة، هذا اللي بتسويها ابل الان واللي راح تشتغل عليها مايكروسوفت. الحين شوفوا خلصنا من اندرويد ومن جوجل نظامها، الحين ابل يعني قارن الاي او اس نظام ابل مع نظام جوجل الاندرويد، اللي راح نقارن نظام الماك مال ابل مع نظام مايكروسوفت ويندوز، نشوف الدعم راح كيف راح يكون مع معالجات ARM كيف راح شركات كثيره واشخاص كثير يستخدمونه ومبرمجين وكيف لا كثير، هذا شيء حلو ويعطيك دافع كثير، لكن كيف تخلي المبرمجين الان يحولون من الاكس اي اكس اللي على الويندوز الى ARM على ويندوز، كيف تسويه وكيف النظام تحوله؟ صعبه لازم في الدنيا كل شيء، يعني هو الجهاز اصلا بنا بصعب، فانك تحول المبرمجين انه يبرمجون على هذا الشيء الى هذا الشيء الى الشيء الجديد كويندوز كمايكروسوفت، وكيف النقطه اللي في الوسط اللي كيف راح تنتقل من هذا الى هذا، كيف تخلي النظام يشتغل على برنامجين او على منصتين البدايه الى ما يتحول كامل على ARM، كيف راح تسويها مايكروسوفت، كيف تخلي البرنامج اذا كان عندك جهازك قديم يشتغل على النظام الجديد والنظام الجديد يشتغل على القديم، كيف راح تسويها؟ نشوف القوه، هذا لازم تشوف ذا الشيء الان انت في الصوره وتشوف ابل قالت سنتين، نشوف مايكروسوفت هل في 10 سنوات، ما راح نقول سنتين، في 10 سنوات تقدر او لا، في 10 سنوات نشوف، مش سنتين، في 10 سنوات. بس مع ان ابل يعني 100% راح تنجح بهذا الشيء في الانتقال صح، محكور وما ادري شنو، شركة اذا عندها قدرة راح تسوي الشيء، محكور مش محكور الاشياء ذي، عندك قدرة لحق المبرمجين، المبرمجين انت كشركة سوفت وير، المبرمج يبرمج عندك كسوفت وير، المبرمج يثق فيك، المبرمج يعرف ان كلمتك صارمة وراح تصير، المبرمج يعرف انك انت ما راح تدخله في جدار، مبرمج يبي فلوس ما راح تجيب العيد، يعني عادي شركات ثانية تجيب المبرمج يسوي الشيء او كنظام، يعني قصدي كشركة النظام يتسوى شيء جديد وكل شيء والمبرمج اوكي يلا رحنا له كذا، شو الشركة دقت ريوس رجعت على الشيء القديم، والمبرمج زين والتعب والشغل اللي سواه المبرمج وكيف خلاص خطر ما نفع الشيء نرجع، هذا اللي ما يبغى.
نفس السؤال اللي قبل شوي، يعني اليوم هذا السؤال الثاني، شو اللي تتوقع ثاني ولا ثالث؟ ما في شيء يعني تقدر تقول انك شو تتوقع في النظام الجديد. نظام الشركة اللي تفكر بتسويه راح تحطه، نظام اشياء ما فكرنا فيها، يعني الـiOS 14 ما فكرنا في الخصوصية اللي راح تكون كذا بهالقوة الخصوصية والاشياء دي والنقطة الخضر طلعت لكم، ما هفكر فيها. ذا الشيء أبل ما يتسرى بكثير، ايش ما قلت لكم انا في الشهر 5 بعد رمضان باسبوع الى اسبوعين يمكن يطلع لك شيء خفيف اذا بدا البرزنتيشن، بدا الفيديوهات، أبل خلصت الفيديوهات سوته وكل شيء، يمكن يتسرى بشيء خفيف ممكن. ليش؟ لان النظام هذا أبل ما تستعين بشركات ثانية عشان تصنعه. النظام هذا في مقر أبل في كاليفورنيا، أبل ما تستعين بطرف ثاني في الصين مثل الجهاز كجوال ولا شيء، يعني تصنع الجهاز الأول أبل في المقر حقها بروتوتايب 2 مثلاً أو 3، بعد خلاص لمسكت واحد خلصت تروح ترسله إلى الصين وهناك يبدأ التصنيع الفعلي، فهناك راح يتسرب. وهذا الشيء تكلمت عنه قبل أسبوع تقريباً، إن أبل جالس تدقق هناك برضو علشان ما تبي تسريبات تكون قوية أو تطلع. لكن كنظام أبل صنع كلها في غرفة عندها هنا، فما في شيء يتسرب. واللي بنتوقع، أنا أتوقع يعني وصلت لمرحلة أنك أنت ما تعرف الأشياء اللي راح تسويها. النظام صار ناضج حق الاستخدام الطبيعي بالنسبة لي 100%، أو خلنا نقول 99%، 9% يلا 9%، 90% قصدي. بعض الأشخاص يقول لك يبي يفتح البرنامج يعني برنامجين في نفس الوقت، أوكي. بعض الأشخاص يقول لك يبي الأولوز أون ديسبلاي نفس الموجود في الساعة، أوكي. الوجت على الوجت على قفل الشاشة، أوكي. شو الأشياء الثانية اللي تتمنى الإنسان يحط؟ وفي ثاني حاجة هذه الأشياء اللي تتمناها لا تتوقع تتمناها أبل ما راح تحطها. ممكن تحط لك شيء شيئين ممكن، لكن في أشياء لازم أبل تطلع تتكلم عن الآيOS وتخليك تقول واو في النظام، في شيء جديد يعني تتكلم عنه. فلا تتوقع أنك تأخذ شيء من راسك أنت أوريدي حاطه في راسك عشان بعدين نقدر نتكلم عنه. يعني بعدين في النهاية إذا حط أبل قسمت شاشة، أوكي أبل قسمت شاشة أوريدي إحنا كنا ننتظر هذا الشيء، لكن شيء واو، شيء جديد، شيء تخلي الشركات الثانية تفكر فيه، هذا الشيء اللي ننتظر أبل تسويه. متى أو شنهم ما ندري. فكتوقعات ما يفيد التوقعات، تسريبات سويت لكم فيديو في القناة الآيOS أو شو اللي نتمنى في الآيOS، مثل التوقعات هذه الأشياء اللي نتمناها في القناة موجود، وجاوبت على أسئلتكم، كنت خدت أسئلتكم اللي موجود في القناة نفسها موجود فيديو موجود هنا، وتكلمت على كل شخص والشيء اللي يتمناه، وتكلمت عن طرحته، وتكلمت عن الشيء اللي أنا أتمنى ينزل في الآيOS 15، كلها في القناة موجود. ولا ننسى الايباد اوس ايش بيصير فيه. جرس سلف معاكم هنا تقريبا عديت المحل اللي بروحه، قاعد عديت والله عديت وينه تغيرت الدنيا. او صح الصوره اللي قبل شوي حطيتها لكم احط لكم الحين شوف. تذكرون السنه اللي راحت نفس الوقت طلعت السيربات هنا عند تقريبا تارجت او بيست باي محل الكترونيات، نزل اغلفة نفس اغلفة الايفون 8 وكتبت عليها من الخلف SE2. فنفس الوقت الان طلعت لك يعتبر كانها اغلفة، الاستيكرات دي اللي تجي على الاغلفة هذه مكتوب مثل الاستيكر هذا اللي موجود عندكم اول سطر فوق اللي هو الايباد برو، ايباد برو فيرست جينيريشن او 11 انش، فيرست جينيريشن، سكند جينيريشن، ثيرد جينيريشن. احنا ما عندنا ثيرد جينيريشن الى الان، عندنا الفيرست والسكند، هذا اللي نزل والحق ال 11 انش الايباد برو 11 انش المقاس. ف خلاص يعني بدا حبه ثاني ان ابل جالسه تصنع الجهاز وخلاص جاهز، يعني الاكسسوري بدأت تطلع. التسريبات الثانيه برضو اللي تطلع الان بسبب المصنعين، لان ابل لازم تعطي ثيرد بارتي المصنعين الثانيين حق الاجهزه او الاقلفه لبعد الجهاز الأشياء دي، والناس يعرفون إنه أوكي في جهاز جديد راح ينزل. فالآن في استيكرات، هذا الاستيكر مكتوب عليه إن القطعة هذه أو مثلًا الكيبورد هذا يشتغل على الأيباد الأول والأيباد 11 إنش برو الأول والثاني والثالث. فجاهزين يعني، وقربت
أبل مثلا عن الآيباد برو 11 إنش الجيل الثالث. فإذا كنت راح تشتري الآيباد برو مع أن فئة قليلة من الناس راح يشترون الآيباد برو بسبب إلى الآن يعني في ذي الوقت أبل قتلت الآيباد برو بالنسبة لي بالآيباد إير إلا الأشخاص اللي يبون 120 هيرتز، وما أتوقع في أشخاص يبون كاميرا لحق الآيباد برو ما أدري. ف 120 هيرتز هي الواقفة والحجم الكبير لحق الآيباد برو 12.9. فإذا كنت تبي آيباد برو لحق 120 هيرتز والأشياء الثانية دي كلها انتظر، حتى لو أنك ما بمهتم تبي يعني مثلا ما بمهتم لحق الميزة الجديدة حق الآيباد برو راح ينزل تبي هذا الجهاز، إذا مش محتاج مش ما تبي الآن انتظر علشان ينزل جديد وينزل على الأقل في السوق عندك قيمة الآيباد برو اللي موجود عندك الآن اللي راح تشتريه أنت مثلا، انتظر وشوف وبعدين اشتري القديم إذا كان متوفر عندك راح تنزل قيمته شوي. كم راح تنزل شيء ما حد يعرف، يعني سعر الآيباد برو القديم كم راح تنزل ما حد يعرف. ليش؟ لأن السوق الحر، يعني أنت عندك ما أدري كيف الشركة راح يعني كم راح يخلونه وكل شيء. فأنا متوقع أن أبل يمكن توقف الآيباد برو الآن اللي موجود وتنزل جديد، فما أقدر أقول لك كم سعره يكون. كل دولة على حسب السوق الحر اللي عندها وكم راح يكون سعر الآيباد برو، انخفاض راح كم راح يكون. يعني مثلا توقع إذا كان في شح إلى الآن في الآيبادات برو القديمة 2020 واللي قبله، فلا تتوقع أنه راح يكون في سعر في نزول قوي. يمكن يكون نفس السعر لو الفرق بينه 100 ريال ل 200 ريال، أو أنه يتم نفس السعر الآيباد برو الجديد اللي راح ينزل الآن ما يتوفر السوق. يعني ذكروا السنة راحت ما أدري الآن هل توفر ما توفر الآيباد برو 2020، كم فوق 8 شهور تقريبا مش متوفر حتى عندنا في أمريكا من موقع أبل الرسمي مش متوفر، كورونا وغيرها والصناعة حقت أبل. فإذا كنت تبي الآيباد برو يعني جهز فلوسك ولازم ما تتأخر طلبيه حقتك. كيف راح تطلبه؟ للأسف على حسب الدولة حقتك وين أنت ساكن وكيف راح تطلبه، لازم تجهز لها من الحين. يعني مثلا جريرة ولا إكسترا ولا غيره ذيلي مثلا في دول الخليج لازم يعني بس على أبل كل ثواني يعني كل ثواني كيف كل دقيقة كل يوم تفتح الموقع حقه متحدث وتشوف متى راح ينزل عشان تطلبه بسرعة، طلب المسبق يكون. طبعا كمعالج الـ A14X إذا بيسمونه راح تكون في قفزة قوية، يعني منافسته بالM1 شوف راح كيف راح تكون. ما راح تقدر تسوي تيست حق المعالج نفسه بالقوة حقته، يعني ما راح تقدر تفتح لعبة عشان تشوف الفرق بينه بين الـ 12Z، لعبة مرتاحة على 12Z، لكن نقدر راح نشوف يعني نشوف فرق يمكن في الإخراج. إذا كنا نقدر نسوي إخراج بالروما فيوجن مثلا في نقطة ما نزل الآن الآي موفي، إذا كانت القوة حقتها صحيح راح تكون نفس قوة الام 1، فخلاص قربنا ان فاينل كت برو والبرامج الاخراج الثانيه ذي تنزل على الايباد برو. اتوقع ان قربنا كذا اذا نزلت القوه صحيح، القوه على كمعالج الاي 14 اكس او معالج الايباد برو القادم قوته قوه الام 1 خلاص ما عندها ابو الحجه. ينزل في ابريل شهر 4 على الايباد برو مثلا لو في الشهر اللي احنا بعدها بشهرين مثلا او انه قبل يمكن ما تدري افضل على كيف يمكن على المؤتمر تعلن ان فاينل كت برو ينزل على الايباد او اس ان شاء الله. طبعا هو راح يكون، لكن هل راح تكون في 3 شهور دي او في 3 سنوات القادمه؟ ما ادري. فاينل كت برو